The Red Velvet Cake ولا الكيكة الحمراء المخملية هي كيكة تقدروا ديروها كومان جاتو دانيفيرسير ولا كيكة عيد ميلاد. جبت لكم اليوم وصفة سهلة باش ديروها وعطيتكم ان شاء الله نعطي لكم جميع اسرار النجاح فيها. تبعوا معايا المراحل للاخير. نبداو بسم الله. نحتاج 4 بيضات. نفرقوا الصفار على البياض. البياض نحطوه في وعاء، نزيدوا له رشه ملح، عطر الفانيليا ونصف كاس تاع السكر تدريجيا. دونك نخلطوا البياض بالباتور، نطلعوه ونزيدوا له السكر تدريجيا حتى نتحصلوا على خليط قريب كيما تاع لا مورينغ. دونك خليط ثقيل كثيف. هذا سر من اسرار انه الكيكه تاع اليوم تجي خفيفه. هاوليك الخليط كيفاش ولا يطلع كي الثلج. نزيدوا له الصفار على مراحل يعني بالوحده ونخلطوا، نبقاو نخلطوا حتى يمتزج كامل الخليط. في الاخير النتيجه هذه هي. نخلو الخليط تاعنا على جنب ونروحو نحضروا المواد الجافه. نجيبو صفايان، هنا عندنا كاس غير اندوا غير سبع تاع الفرينه، نديروه في صفايه ولا في سيار. لازم ننخلوه، لازم نصفيوه باش ندخلو لها الهواء. نزيدو ملعقه كبيره تاع كاكاو وملعقه صغيره خميره كيميائيه. الكاكاو راح يغمق اللون تاع الكيكه يعني يعطينا هذاك اللون الاحمر شباب ويزيد الذوق تاعها ثاني. دونك فوالا راني صفيتهم، نخلطهم مع بعض ونضيفهم على مرحلتين للخليط الاول. دونك بلا سباتول ولا بملعقه خشبيه من تحت للفوق كيما متعودين باش ما يهبطش الخليط تاعنا. دونك نخلطوهم مع بعض ونحطوهم على جنب ونروحو نجيبو 4 كاس تاع الزيت مع 4 كاس تاع الحليب. نزيدو لهم ملون غذائي احمر. دونك نخلطو الحليب مع الزيت ونزيدو يا اما ملون جل ولا ملون سائل ولا ملون بودره. انا هذا ملون بروفيسيونيل يعني اللون تاعو بزاف غامق. نتوما زيدوا على حسب الملون تاعكم باش تحصلوا على خليط يكون احمر قاتم باش كي تزيدوه لو ميلونج تاعكم راح يعطيكم اللون الاحمر اللي رانا نحوسوا عليه. دونك نبدا نزيد بشويه ونخلط حتى نتحصل على اللون الاحمر. فوالا نزيد اخر مرحله ولا اخر كميه. انا حبيتها تعطيني لو روج، هذاك لو روج فونسي. نتوما اللي حبيتوها ديروها غوز، ديروا شويه برك تاع الكولور. هنا عندي مغرفه تاع خل مع مغرفه ماشي معمره تاع قهوه تاع بيكربونات صودا. نخلطهم ونضيفهم للخليط. هذا واحد من اسرار الخفه تاع الكيكه تاعنا تاع اليوم. نجيب هنايا مول، ندير له ورق الطبخ في القاعده وفي الاطراف، نطلع شويه الاطراف تاعو ونقسم الخليط تاعي. انا قسمته هنا الى ثلثين وثلث. دونك حبيت وحده نقسمها على زوج ووحده نخليها كيما راهي. نتوما تحبوا ديروا طيبوا الكيكه تاعكم كامل على مره طيبوها ولا تحبوا تقسموها على اثنين كيما حبيتوا. نحط الفرن تاعي يسخن على 180 درجه وندخل الكيكه تاعي في الوسط، نعسها حوالي 20 دقيقه طيب. دونك نتوما على حسب الفرن ديالكم. شوفوا كي تشوفوا بدات تاخذ شويه اللون الاحمر هذا، بدات تولي دوغي، دخلوا فيها ان كوردون ولا ان كوتو ولا موس، تشوفوه كي يخرج ناشف معناتها طابت الكيكه تاعكم. دونك طفيوا عليها وخرجوها. الكيكه تاعي بعد ما طابت هايليك، شوفوا اللون تاعها، شوفوا القوام تاعها، تجي بزاف طريه. هنا عندي هايليك طبقه صغيره وهذه الطبقه اللي راح نقسمها على اثنين. نجيبوا سكين يكون بالاسنان ولا يكون تاع المنشار، تقطعي كامل الاطراف يعني تحددي تقطعي ساير داير، ومن بعد تدخلي بالسكين تاعك حتى للداخل. دونك فوالا هايليك. دونك هنا عندي تشكلوا لي 3 طبقات اللي راح نزينهم بالكريمه. نحطوا الطبقه الاولى في صحن التقديم ولا في ان بلاتو، نشربوها بلو سيرو اللي كنت حضرته بكيلة سكر مع كيلتين تاع الماء وغليتهم حوالي 5 دقائق. هنا عندي في الحشوه لا غاناش مونتي اللي كنت درت لكم الوصفه تاعها في الفيديو السابق، نخليه لكم في صندوق الوصف، ما حبيتش نزيدو اليوم باش ما نطولش عليكم الفيديو.
دونك لا غاناش مونتي هذه كريمه شوكولا بيضاء مخفوقه، دونك بزاف بنينه تقدروا تستعملوها في لي ديسير تاعكم. الوصفه نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. دونك ندير طبقه متساويه تاع لا غاناش لداخل، نسويها بلا سباتول ولا بملعقه بظهر الملعقه عفوا. لا كريم تاعك هي اللي راح تتحكم في ليبيسور تاع لو غاتو، دونك الا كان حبيتي ديري طبقه سميكه ديري طبقه سميكه يزيد يطلع لك لو غاتو اكثر. هذه الطبقه الثانيه شربتها من التحت ومن الفوق، لانه هذه هي الكيكه اللي طيبتها وحدها صغيره. دونك هذه نشربها من التحت نحطها فوق لو غاتو فوق الطبقه الاولى ونزيد نشربها من الفوق. لاحظوا برك كيفاش راني غير نرمي لو سيغو يشرب تالمون كو خفيفه الكيكه تاعي. ونزيد الطبقه الثانيه تاع كريمه شوكولا المخفوقه، كنت قادره ندير غير بالكريم تشيز لانه في الاخير راح نزينها بالكريم تشيز كريمه الجبن، ولكن انا فضلت انه نزيد لها لا غاناش مونتي لانه راح تعطيها ذوق رائع، راح تزيد لها بلوس دو غورمانديز. وانتي تقدري تقتصري على وحده فيهم، يعني يا اما ديري غير بلا غاناش مونتي ولا غير بالكريم تشيز، ولا ديري كيما انا داخل لا غاناش مونتي ومن برا الكريم تشيز. الوصفه الاصليه تجي غير بالكريم تشيز. الجاتو هذا سي ان جاتو امريكان، هذه وصفه امريكيه يديروها بكريمه الجبن. فوالا شوفوا هنايا ندير في الاطراف، نحاول اني نعمر الاطراف باسكو كي ديري اون كوش فوق اون كوش يبقى لك الفراغ توتوتور، يبقى لك الفراغ ساير داير. انتي عمري الكريمه تاعك التم. الطبقه الاخيره نزيد نشربها. ونغطي بالكريمه اللي بقات لي، نغطي كامل الكيكه. حتى انا جربتها بلا غاناش مونتي وحدها تجي بزاف بنينه تاني. دونك اللي ما يحبوش ذوق الجبن في الكريمه يقدروا يستعملوا غير لا غاناش مونتي، يغلفوا كيما راهي. هكذا انا ندير اخر طبقه اللي راح تكون الغلاف تاع الكيكه. فوالا نسويها كامل وندير على الاطراف باش ما يبقاوش يبانوا. تقدر هكذا ديجا راهي نيود كيك، هكذا راهي كيكه تقدري تزينيها غير من الفوق وتقدميها. الا كان ما حبيتيش ديري كريمه الجبن، دونك كريمه الجبن واش راح نستعمل فيها؟ كاس تاع بودره شانتيي مع ربع كاس تاع حليب بارد نطلعهم عادي، ونزيد لهم الجبن الطبيعي الجبن الطازج الطبيعي ولا لو فروماج فري ناتور. انا فضلت هذا النوع من الجبن لانه في الاصل نديرو ماسكاربون، انا ما عنديش ماسكاربون في الوقت الحالي، دونك درت لكم الجبن اللي تصيبوه كامل. نطلعوا عفوا لا شانتيي تاعنا، ومن بعد نزيدوا لها الجبن الطازج ونخلطوا على اقصى سرعه، يعني بالخف نخلطوها ونحوها، نخلوها تبرد شويه باش نستعملوها في التزيين. الكيكه تاعنا تكون في الثلاجه، دونك نكونوا حطيناها بردت حوالي ساعتين هكذاك، من بعد نزيدوا لها التزيين الاخير. فوالا هاي اللي كان ندير هنا تغبو اكثر سرعه باش بالخف يمتزج الجبن مع كريمة الشانتيي. فوالا هكذا كريمة الجبن راهي واجدة معنا. شوفوا القوام تاعها تجي خفيفة وتعطي اون فريشور للغاتو هذا. نديرها في كيس حلواني، هاي ليك لو غاتو تاعي بعد ما برد هذيك لا غاناش تنشف صديق تحكم روحها باش هكذا تقدري تزيني فوقها. ندير كامل على الاطراف، نغلفها عادي الكيكه تاعي بالكريمه. وهنا التزيين يبقى اختياري، كل وحده تزين كيما حبت. تقدروا تنحوا يعني اون ترونش تاع لو غاتو هذاك غوج وتفتتوه وديروه من الفوق كوم ديكور، ولا تقدروا ديروا الكريمه فقط كيما درت انا.
ندير طبقه من تاع الكريمه من الفوق، فوالا، ونسويها بلا سباتول ولا بظهر الملعقه بالاحسن، ولا بسكين يكون كبير. فوالا ليسي كامل لي بوردور تاعها، نسيي نعطيها شكل جميل. والكريمه اللي تقعد لي نديرها في كيس حلواني اون بوشادوي باش نزين بها من الفوق. هاي ليك بعد ما كملتها، جبت الكريمه اللي بقات نخدم نعمل بها عفوا دي غوزاس من الفوق، ولا زينوها كيما حبيتوا، يعني التزيين يبقى اختياري. انا عملتها كورود ولا دي غوزاس من الفوق ساير داير، ونزينهم ب لي سوريز كونفيت. هادوما هاد لا سوريز اللي اللون تاعها يذكر الاحمر اللي راهو لداخل. وانتم زينوا كيما حبيتوا، ولا جربتوها بعتوا لي الفوتو تاع التطبيقات تاعكم في الانستغرام ولا في الفيسبوك، هكذا باش نحطهم على القناه ان شاء الله. نقطعها لكم باش تشوفوها لداخل كيفاش جاوا الطبقات تاعها. بزاف خفيفه وبزاف بنينه، ان شاء الله برك تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. هام ليك طبقات تاعها، شوفوا الشكل تاعها. سي ان غاتو كيما قلت لكم اوريجينال، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ونلقاكم بخير ان شاء الله. سلام.